أول شيء نسأل الرحمة والغفران لشهيد الواجب المقدور المطعون الشهيد عبد العزيز الرشيدي، وهذه مدعاة والرحمة والمغفرة لكل شهداء الشرطة والجيش وشهداء الكويت عامة. وإحنا بالنسبة بهذه المناسبة ندعو، وهذا رئيس مجلس الأمة الآن على يساري، ندعو أعضاء مجلس الأمة ومجلس الأمة إلى تغليظ العقوبات المتعلقة في إهانة رجل الشرطة وفي الاعتداء على رجل الشرطة، في الاعتداء على المحارم بشكل عام. أي أشخاص شاذين يفترض أن تقلظ عليهم العقوبات. زين، فاليوم يعني الجريمة شنعاء بشعة بكل المقاييس، يعني شخص أهوج ولا أرعن ولا مريض نفسيا ولا كذا ويروح يقتل والدته رحمة الله عليها، ومن ثم يروح حق الشرطي في واجبه من غير أي ذنب ولا أي تقصير ويؤدي بحياته، هذه كارثة كبيرة. نتمنى أن تتغلظ القوانين لكي تكون رادع على هذا الأمر، ونتمنى أن أيضا إخواننا العسكر يأخذون الحيطة والحذر هم في لا شك أن الوزارة مو مقصرة وقاعد تعمل دورات تدريبية ودورات للدفاع عن النفس، وكلهم مجتازين مثل هذه الدورات. لكن أحيانا يعني مثل ما حصل اليوم أنه يصطدم في دورية الشرطي ويصطدم في الشرطي ويطيح الشرطي يعني ما يتوقع، ما حد يتوقع الشرطي أن هذا حادث عرضي، يتوقع أن السيارة انحرفت عن مسارها ودعمته، ما يتوقع أن في واحد بياخذ سكين ويجهز عليه. فوارد أن قد تحدث مع أي رجل أمن أو رجل جيش أو أي موظف عام أو أي إنسان بالشارع، فعلينا كلنا نكون حذرين من هذه النوعيات التي تعيث بالبلاد فسادا وتمشي على هواها. يعني اليوم نبهوا عيالكم أن لا يقعد يعني يتحدى من يتحدى بالشارع، لأنه ممكن يكون واحد لا يجد لديه ما يفقده، إنسانه مفقود وهو إنسان تعيس، إنسان مدمن، إنسان شاذ، إنسان منحرف، لا دين ولا رحمة ولا إنسانية عنده، قد يؤدي بحياة ولدك ولا بنتك على شيء لا يسوى. هذا وراء مستقبل وراء كذا يضيع واحد سخيف تافه فاجر مثل هذا اللي مات، الله لا يرحمه إن شاء الله.